تعلمون أيها الأحباء وكلكم رهبان أن ربنا في الكنيسة وخصوصا القبطية هي قوامها، سندها الإلهي، خزانة تراثها ومجدها، تقليدها الحي الذي نستمد منه عصارة لاهوتنا وحياته. فكون أن يأتي بابا الإسكندرية وقف بيننا وتكلم بكلمة شكر وصلاة للمسيح شيء يرد نفوسنا ويشدد قوتنا وعزائمنا. إنه يوم سعيد من أيام شهيد. صحيح إنه زارنا قبل الآن، ولكن زيارة هذا اليوم تأتي والكنيسة في أحوج ما يمكن أن يلتف باباها حول شعبه والشعب يلتف حول بابا. إنها فأل حسن أن الكنيسة تعيد اليوم لعيد اليوبيل الذهبي برجاء يمتد الفضي، برجاء يمتد إلى الذهبي والماس أيضا، وكما يقولون في أوروبا إلى 100 سنة يا سيدنا أنبا شمولة، إلى 100 سنة تتمتع بخدمتك المتسعة ترعاها رعاية الأب المتفتح القلب والذهن الذي لا يغمض له إثر. كنائس هذه عددها في الخارج وفي الداخل بأساقفتها الذين صاروا بالعدد، يرعاهم في كل شيء فيما لهم، لأن هذه الكنيسة وباباها وأسقفها الأعلى الناظر من السماء على كل حركاتها. اليوم تبتهج نفوسنا جدا وتتقوى حياتنا الرهبانية برئيسنا الذي زارنا اليوم ليعطينا دفعة روحية. لا تظنوا يا أحبائي أن زيارة بابا الإسكندرية لغير من أديرة شهيد أمر هين. كانت تهتز له شهيد بأجمعها، وكانوا يخرجون يستقبلونه بشعوف النخل من أول مشارف البرية. اليوم انحصرنا في داخل ديرنا، ولكن قلوبنا معه تتتبع أينما ذهب وأينما حل. فرحتنا اليوم يا سيدنا كبيرة جدا، والبركة التي أخذناها لا تنسى، بل ستقوي عزائمنا لنكون مخلصين للمسيح ولك. آمين.